إذا فشلت خطة خليفة 22، وما في حل الحين إلا أن نطبق خطة أمين أب أمين. إيش هذا يعني؟ صاروخ ولا مصنع مرطبات بتسميه أمين أب؟ بتشوف خطتي إيش بتسوي، بتشوف. أمين، أشوفك جنيت، قمت تقول كلام غريب وعجيب. لا، أنا ما جنيت، أنا لازم أكون على مستوى التحدي. زين خليفة، وعاد يعني لازم تسوي ملح أكثر من العادة، ها؟ علشان يعني ما يكون ماسخ، ها؟ وبعدين يعني لا 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 تزيد فلفل، ها؟ أو زيد فلفل، أو والله أقول لك تعال أحسن أخبرك بالطبخة في المطبخ أحسن، ها؟ تعال. ترى أنا ما أمن من شامس عالم، أنا أعتقد إنه متعاون مع رامز ضدنا، لذلك جبتك إلى المطبخ علشان ما يسمع إيش اللي قاعد يخطط له. وأنا متأكد إن هذول الملاعين هم وراء عملية الخزانة. شوف، أنا الحين بقول لك عن خطة أمين أب أمين، وأبغاك تقول لي رأيك فيها بصراحة، ما أحب مجاملاتها. زين قول. اسمع، أنا أدلك وأخلي نفسي رجال كبير، واتعرف على الحاج مراد واصحابه، ولما يبدا يرتاح لي اكتشف له عسر، وهو اني ادور على ولدي اللي اسمه امين. تخلي الحاج مراد يساعدك على العثور على ولدك اللي ما شفته من زمان. ايش انت تقرا فنجان؟ لا، ما يحتاج قراءة فنجان، مسألة واضحة. واكيد الحاج بيتعاطف معي وبيبدا المشوار. سمعتني؟ ويوهم ان ابوه وان مسكين يدور على امين ولده. هاي هي ومراد بيقول انه شاف هذا الشخص من قبل. لا لا لا، اسمعني اول شيء. اوين بيظن ان مراد يقول كذاك؟ ايه، وطبعا لما يمر امين قدام الدكان مره ثانيه بيمسكه ويكلمه عن ابوه. ايه ها، ومن هني تتحسن علاقتهم. شوف كيف الداهية كيف يخطط، كيف كيف. اي نعم، اعرفك ابوي، اعرفك انك ابو الخطط والمصايب. ايه اعرفك طبعا، خاصة اذا المسألة فيها حب. هات هات هات، ارفع صوتك زين، ارفع صوتك ما سمعك. ها زين، انا جاي انك عجب هناك مرة بعد 5 دقائق أكون عندك في نفس المكان، ها؟ لا لا ما تأخر عليك، بس إذا تأخر يلا اطلع اطلع بسرعة، يلا يلا مالا يلا مالا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حي الله صديقي فادي، حي الله، كيف حالك؟ أنا كلمت الجماعة وعطيتهم كلمة، ويوم الخميس الجاي العرس. يا سلام يا فادي يا أخوي، يا سلام، جزاك الله خير، الله يبشرك بالخير. أنا الحين ساير السوق، أقص شعري، أسوي تواليت، وأصلح شوارب. وقف شوي، وين شواربك تو ضبطها؟ وين؟ أهم شي صحتك. إيش فيها صحتي يا فادي يا أخوي؟ إيش فيها صحتي؟ الحمد لله رب العالمين، انا اشوف اني اسابق الريح طالع الثيران. لا لا لا، انت مثل هيكل عظمي، ما اشوف نفسك. ايش فيه؟ ايش فيه؟ الله يسلمك. انت لازم تتغذى، الغذاء اهم شيء بالنسبه لك، لان انت وراك زواج. صحيح العروس سوسن فوق الخمسينات، لكن اذا بشوفك على هذه الحاله تراها بعدين تقلق. يعني قصدك تقول انها ما بتوافق؟ ما توافق. لا لا، ولا يهمك، من هني على يوم العرس انا بنقص من عمري 20 سنة. نعم، بنزل 20 سنة، وبسوي شعري تواليت، وبكحل عيوني.
وبصبغ لحيتي. رايح؟ وين رايح انت؟ وين رايح؟ من اليوم ورايح ما ابغى اسمع حسك ولا ابغى اشوف صورتك هذه، سمعتني؟ واياك تخرج من هذا الباب، والله العظيم اقص لك رجولك، سمعتني؟ واذا بغيت تشرب ولا تاكل تستاذن مني انا الاول، بعدين عاد انا افكر اذا كنت وافق على طلبك ولا لا. فعليش يا رايه؟ بس فعليش، هذا مقامي انا واعتباري عندك هذا؟ اعتبار؟ وين اعتباري انا يوم درست تكلم هذيك النحسه السستره وتعلقت فيها وسويت عمرك كمان مراهقين ناط من قدار حق دار؟ بس انا كنت بصراحه يعني قلت لك بس ولا كلمه، ما ابغى اسمع حسك البر، يكفي حتى انك باغي تتزوجها وتخليني انا على صوب. رايه انا ما استاهل كل هذا منك رايه، صراحه انت اللي جالسه تقولي ما صار. ايش يعني تبغاني اسوي؟ اشوف عليك واسكت الين تسوي كيتشن وبعدين اتكلم؟ انا طالع عنك وقافل الباب. تعالي رايه، ما يصير تقفلي الباب، بالله صار شي في البيت ولا شي؟ احسن. كيف احسن؟ اذا صارت حريقه انا ايش ذنبي الحين؟ انشوي هنا انشوي؟ يوم تستوي حريقه في البيت ابغاك مره تنشوي، يكون يوم اجي اشوفك مره صخام اتبخر بك. انا طالعه. انا عارف ان امين يخصك، بس اللي ناوي علي امين ما اعتقد انه يرضيك. هو بصراحه يا رامز يا اخوي ما يرضيني، لكن انا ما اقدر امنعه، هو حرص تصرفاتك. اذا انت معي في كل شيء اسويه. اذا كان هذا الشيء ما يؤذي امين انا معك. لا لا لا، انا ما اذي امين. من قال لك اذي؟ ما اذي، بس امسكه من رقبته منها واخليه يمشي بكل وحده. اذي؟ ما باذي. واقلع لعينه بعد، ما كذاب يا شامس؟ امين غدر بالصداقه اللي كانت بيني وبينه ويحاول يطعنني من الظهر، فهم؟ زين وايش بتسوي له يا رامز يا اخوي؟ ايش بتسوي له؟ بتصير الضربه مني والضرب بعد ما يستوي؟ لا لا، انا احاول ادبه بطريقه غير مباشره. يعني قصدك عن طريق واحد ثاني؟ اي نعم، عن طريق واحد ثاني وفي لحيه. واول حرف من اسمه؟ مراد. ماشي يا بنت الحلال. جيت انا واقلع لش ذاك الواير من الجدار، ما كفاني هذا بس؟ نعم، جلست اسمع كلام عمره ما سامع عنه، وهو مو متبهت كمان جاهل ما بيدين حيله، وانا اتنازع واتقمقم واتكلم الين حرقي عورني وسكت عنه، وهو تو حليله جالس في البيت ما بيدين حيله لا قافل علي الباب. يعني لمتى بتحبسي يا رايه؟ اخرته الرجال لازم بيخرج. وبعدين بصراحة هذا ما حل معقول. ما معقول؟ إيه ما معقول؟ كيف يعني ما معقول؟ تبغيني أخليه على كيفه يسير ويجي وأنا ما أقول شيء أتفرج عليه؟ لا يا راية أنا ما قلت كذا، وبعدين هذا الشيء أنا ما أرضى لش فيه. يا راية يا حبيبتي، أنت زوجش ما عدوش، عدوش ذيك النرس النحيسة، ولازم إحنا نواجهها بشجاعة. من هي؟ أنا بدقلها رقبتها على قدام، اخليها يكون تمشي راسها كده طابق في كتفها. لا يا راي، العنف احنا اخر شيء نستعمله، خلينا نستعمل الاول الطرق السلميه. والحين يلا قومي معاي نسير المستشفى ونقابل الاعداء هناك. يلا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الحاج مراد؟ اي نعم. الباب مقفول من برا، المفتاح ما عندي، ما عندي المفتاح. وين المفتاح عجب؟ مفتاح ماخذيننا الداخلية. داخلية؟ ايه. هو دخل الداخلية في مفتاح بيتك؟ عليكم مسوي شيء؟
اوه انت رحت بعيد الحاج مراد، انا اقصد الداخليه محمود، محمود زوجتي ماخذ المفتاح معاها وطلعت. زين اسمعني يا زهران. انا بصراحه قصد انك بخدمه. تفضل تفضل الحاج مراد، امر خاطرك شيء؟ اي نعم، انا ابغاك تكون مدرب. ها؟ ابغاك تكون مدرب. كيف يعني المدربين هذول ما يبغوهم الحين خلاص؟ يا زهران انا ابغاك تدربني انا. حاج مراد؟ انت ناوي تدخل منتخب بعد؟ هذا اللي ناقص، هذا اللي ناقص. يا زهران يا زهران الله يخليك، انا اباك اتمرني، انا ابغى اسوي رياضي، اباك تسوي لي تمارين رياضيه مثل هذه اللي تسوي حالك كل يوم. انا بصراحه ابغى اسوي لي عضلات، ابغى استوي قوي، ابغى استوي مثل هذاك ابو يسموه اندري الجبار. حاج مراد. نعم. الحين انا ما فاضل لك، تعال بعدين انت فاهم لما ترجع محمود وتفتح الباب، بعدين نتفاهم انا وياك، بكلمك بهالموضوع. يا زهران اتردني، جاي منك لاني متعني علشانك. يا حاج مراد انا بروح اسبح ومفاضي لك، يلا فما الله بعدين تعال بنتفاهم زين. افا والله افا. زهران حشر روح. لا ابدا، كنا نبغاش موضوع خاص، لو سمحتي تعالي شوي. خاص؟ يا رباصي دوسه، تعالي هنا سمعيني زين. تدريني احسن رايا ما كذا. التفاهم الله يهداش، بالتفاهم. انا كذاك اتفاهم، انت يا الحقي سمعيني، ابتعدي عن زوجي زهران هذا احسن لك، ولا تراني اخليش من نفع الخاص. لا كل هي شايفك ليش انتي؟ لو انتي مع زوجة زهران؟ لا لا ما زوجته، هو زوجي انا. سمعيني انتي هذا ما يخصش الكلام. رايا ابتعدي عن زوجي زهران. اها وتكلمي احسن ليش. سمعيني زين، زوجك زهران ما صغير حتى ما يعرف اللي سرى وضرب، وبعدين زوجك زهران ما قلت له يركض وراي، هو اللي يجي وراي انا. وبعد زوجك زهران يقدر يتزوج ولد الا وحده اربع، فهمتي؟ وابوي بعدها من السونه اللي هو مسوت لها قرون. ايه سمعيني، قروني هذيلا اكسرهن وعيوني هذيلا اقلع ليش يارن. سمعتيني رايا؟ لا يا رايا كذا ما يستوي، يلا خلا نروح قبل ما تسوي لنا مشكله، وخاصه احنا في مستشفى الله يهداش. يلا تحركي. ما عليش يا حميدون، عارف ليش دواء سوي اللي تسويه. يلا سمعيني، هذا ما يقص عليش الا يضحك عليش حبيبتي، ما بيحبش. هذا يوم قالش اني انا ساير اوروبا ما شاف مكان البر، اخر مكان سار قدك. يا الله والله بغي يتزيو بنعم، ولا ايش يخليهم يقتلوا البر وضي البنية عاشي بتكسر نعمة ولا تكسر نعمة. لا اله الا الله محمد رسول الله. تو انا طلعت لكن تو هذا غريزة ما شغبت، ما بيني الحيلة، لازم أهبط، وإذا ما هبط هتستوي لي مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله لا إله إلا الله. زين ما مت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما في انسان ما عنده مشكله هالايام، حتى اخوي زهران متمشكل، لا ويسمع اغاني حزينه بعد. زهران وا زهران واو زهران خير. زهران اخوي اسمعني زين، ابغاك تسلفني خنقه وتسلفني شال وتسلفني عمامه، شي ما كان في شي هناك في الغرفه. اسير خذهم. اسير خذهم؟ احسنت وجزاك الله الخير، اسميك انك اخ شهم نعم. طلع ما بعد اسير خذهم. حبيبي اليوم مجروح ودرب الشوق مريوح، قال محني
عليك خوفة خوفة؟ جمك ولا عزة خوفة؟ خير إن شاء الله جاي بدري اليوم؟ مالك هوبا مريض؟ أفا؟ أنا مراد مريض؟ من يقول؟ أنا صحتي مثل الحديد. أنا اليوم أقوى من أي يوم، وسمعيني يا زبيدة، من اليوم وساير لازم تغيري برنامج الأكل، تسوي لي أكل شبيشل، بدل 3 مرات في اليوم تسوي لي 4 مرات، وسمعيني الحين تسيد تجيبي لي كوب حليب وتكسري فيه 3 بيضات وتسوي فيه عسل أصلي يكون ما مغشوش أبدا، علشان الله يسلمش أبغى أستوي مثل أندريه الجبار. من هذا أندريه؟ أندريه الجبار، نعم أندريه الجبار، علشان العرس قرب. عرس؟ عرس من اللي قرب؟ عرسي أنا يوم الخميس الجاي. وعرسنا إحنا معاكم؟ معلوم يا زبينة معلوم. يلا اتزهبي يا بنتي يا زبينة اتزهبي. يا سلام يا سلام، متى بيجي يوم الخميس؟ متى بيجي يوم الفرح؟ يلا يا محلى ذاك اليوم، يلا يلا يا محلى ليلة الجمعة، يلا هل عسل؟ زين زين، بس بصير حيت راي لان العسل خلص من عندنا، يمكن احصل عندها بسرعه. ان شاء الله دقيقه وجايه. بسرعه ما عندي وقت، بسرعه يا بنت الحلال. رامز انت تناديني؟ انا كنت ابغى اكلمك، ليش تبتعد؟ انا ما ابتعد زبيدة، والله العظيم ما ابتعد، لكن انا بالحقيقه مستحي منش، اخاف لا تكون شويه زعلان علي. ليش عاد؟ قلت يمكن انا يعني اشتغلت وانت زعلتي علي، لكن صدقيني والله العظيم انا كبرت كبرت وعرفت اشياء واشياء عن الحياه وعن نفسي وعني زبيدة، صدقيني. نعم عرفت اشياء عني؟ هي نعم. ايش عرفت عني؟ عرفت انش لا يمكن استغنى عنش ابدا، وانش كنز ولازم احارب من اجله، وهذا الخنجر في دنيا شوفيها. نعم تنصف. أشوفك بس أنا ما أخذ بخاطري منك شوي. وأبوي أعرف زبيدة، لكن صدقيني والله بخليش تاخذي فكرة عني زينة وتفتخري بي قدام الناس، لكن أقول زبيدة أعطيني فرصة، أعطيني أمل، أعطيني أمل شوية. أقول زبيدة هك قولي لي كذا شوية، قولي لي أي شيء أي شيء، قولي لي قولي تكلمي. إيش أقول؟ قولي قولي ما تقول، قولي تعمل، تقولي قولي لي قولي لي أحبك ولو شوية بس، أكثر من شوية. وابختي وحنا نعادل يا عادي ونصادق مين اللي صادق، صح يا شامس؟ أيوة صح. أجمال الله، أنا لما أعطيتك هذه الترقية ما أعطيتك إنك تتركها على جانب وتقوم تطلع من عملك بين لحظة وأخرى، هذا حاجة بتضرك يا أبي. أنا عارف يا برياض أنا مقصر في شغلة شوية، لكن يعني لا 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 ما شوية، أنت العمل اللي تقوم بالآن صراحة يعني أنا ما عجبني صراحة، يعني أنت تقوم تطلع بدون إذن من العمل، لما يسألوا عنك وين أمين قال ما موجود، هذا حاجة هذا بضرك يا أمين، شيء هذا بيضرك وبيضر مستقبلك. أنا أوعدك يا أبو رياض إن شاء الله ما بيتكرر، ولو أنا في الحقيقة يعني الحقيقة اللي جاءنك من أجلها خفيت عنك. ايش هي هذه الحقيقه اللي تخفيت عني؟ يعني ابو رياض مشاكل خاصه يا ابو رياض. بس المشاكل هذه يا امين تحل بعد الدوام، مو في الدوام تروح تحل مشاكل. لا خلاص ابو رياض خلاص، انا حليت كل مشاكلي، ووعدك ان بعد ايام ان شاء الله بتسمع اخبار حلوه بعد. ايش هي هذه الاخبار؟ كل شيء زين في وقته يا زين. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يا ولد الحلال شوي شوي علي،
ايش واجبي علي؟ انا ما اقدر اسوي مثلك. انت سيد ركب عمري. يلا يلا الحاج مراد، انت ما تقول باغي تصير مثل عندنا الجبار. يلا اشتغل. ايوه كذا. يلا عشان عضلاتك تصير قويه، يلا الحاج مراد ولع عضلاتك تتوقف بسرعه. انا وراي عرس يا ولد الحلال، وراي عرس. انا باغي اتزوج، باغي اتزوج. لا تقتلني قبل ما اتزوج. ما يخالف حاج مراد، شف حيلك. علشان كذا انت لازم تصير عضلاتك قويه وتعرف تواجه. يلا مو واقف تفكرني سهل اطلع على سيران. يكون احسن. يلا شد حيلك يلا. ايوه اسمعني. نعم دخان، لا تتوقف حاج مراد بسرعه. انا عندي فكره. مو رايك اخلي بثيابي قطن وابين قدام الناس اني متين، مو قلت ما احسن؟ لا 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 الحاج مراد، كذا انت تباين انك عريس مزيف. نعم مصيرك تنكشف. اسمعني فيك ساعة يوم اتزوج وانكشف، ما يهم. لأني فيك ساعة انا بتزوج والحرمة ما تقدر تغير رأيها. الحاج مراد انت الظاهر ما تبغى تتمرن. اذا بغيت لي ادربك انا حاضر مستعد وجاهز. انا يا ولد الحلال فكرت ان التمارين شيء بسيط، اثاري اموت بعينه. على العموم الحاج مراد، اذا غيرت رايك انا موجود، وفي تمارين كثيره بعد احنا ما سويناها، تمارين البطن. يلا يلا الحاج مراد يلا. انا احسن لي اطوف. ايوه ازير ابيع. يلا ازير الدكان. اطوف ازير الدكان. بارك الله فيك. ابيع لي كم احسن لي. يلا يلا الحاج مراد. شاطر. يا سلام، عاشوا الشباب، عاشوا. اي والله وراك مستقبل حاج مراد انت. ها يلا ايوه يلا حاج مراد. بضلي دير عطيح بضلي. فيك برده حاج مراد. يلا عافية على الشطار، عافية على الشباب. ايوه واحد قدام. يلا يا سلام. لا اله الا الله. سلام. الله اكبر. عاشوا الشباب. واحد ايوه خطوة. أيوة ثانية. شاطر. منك لله يا زهراء. يا سلام. أيوة الحاج مراد. لا رجعت الصحة، رجعت. أنا يا أبوك أنا عاد كان أقدر أوصل الدكان ولا البيت كان زين. لا إله إلا الله. تمارين البطن ما سويناها الحاج مراد، تمارين الصدر والعضلات، وهذه عشان البنية. يلا تبان عضلاتك قوية وتستعد. يلا تقدر تواجه حاج مراد. عافية على الشباب، عافية على الشباب. يلا حميدة، ايش السالفة ما تتكلمي اليوم؟ شوية بتضايقك يا لعيني. ايش مضايقني؟ الشغل؟ ما مضايقني الشغل، بس هذا زوج الزهران اليوم قال جلست تهددني وتقول اني لازم ابتعدون عن زوجي. انا بصراحة ما خايفة منها ولا خايفة من غيرها، بس هذه ما دام الحين معي قبل الزواج ذاك الله يعين، بعد الزواج ايش بيكون؟ بس سمعي رأي بصراحة؟ أنا عارفة رأيك زين يا نعيم، وأنا بصراحة نفس الشيء فكرت إني أبتعد عن هذا الرجال وأخليه حال زوجته المجنونة هذه، وبعدين ثاني مرة إذا جهني أنا بقول له إنه ما يجي، وخلاص بقول له إن اللي بيني وبينه انتهى. أشوفك تعبان وشكلك هلكان، أنا ما قلت لك قوي نفسك، ليش هالكها؟ اسكت يا فادي يا أخوي. التمارين صعبة، بغيت أموت والله العظيم. أنا لو عرفت أن التمارين ما رحت ولا تمرنت، لكن ولا يهمك. أنا يا فادي يا أخوي عندي طريقة أكون فيها امتين وقوي. يعني أنت الحين مستعد للزواج؟ يعني جاهز؟ طبعا جاهز ومستعد، وإن شاء الله يعني بسوي بإذن الله عرسي وعرس بنتي في ليلة واحدة. بتزوج رامس ما صح؟ هنا بزوج رامس، ولو اني اعرفه انه ما جاي يستقر في شغله وحده، لكن يمكن بعد الزواج يعقل. انا من رايي ما تزوج واحد ما مستعد، وبعدين وين يسكن؟ عندك ولا عند زهران؟ لا يا فادي، بيسكن عند اخوه عند زهران الين يحصلوا الارض ويبنوها ان شاء الله. والله انا من رايي سوى خطوه بس. لا انا قصدي ان نسوي العرس مره واحده كذي اوفر، وها ترى الحفله قايمه.
السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله النشامة، حي الله بمنقع. تفضلوا. أنا أجمعت مني جايينك. إي جايينك في موضوع مهم. وحافظينك المكان بعيد. جايين بموضوع مهم. حياكم الله على العين والراس. إن كان دكاني ما يوسعكم، عيوني توسعكم. حي الله بالنشامة. تفضلوا. إحنا في الحقيقة، الحقيقة يعني مرسولين من قبل جماعتنا في القرية، جايين نشوف واحد مجنون هنا، كيف صار له 3 أيام تايه عنا، ما يعرفه. من؟ مش الله يكون مهرب. نعم. من من من؟ واحد كهن من جماعتنا. إيه؟ إي. وقلنا عاد يمكن، إي يمكن يكون جهنا عندكم مسقط هيك، وسمعت مني جاي عندك أنت يدور له شيء ولا شيء، سمعت مني، آه يعني يمكن أنتم طيبين، أنا جاويك، أساعدونا، أدلونا عليه. إي نعم تساعدونا. إي أدلونا. قلتوا لي بجينينة؟ شوية شوية ما راضي. هو يعني ما مجنون مجنون. ما مجنون، هو صحيح مجنون، لكن طيب مساكين، أليف، أليف، ما أدري حد، نعم. المهم، المهم يا أخوي اسمع مني. هو يمكن يجي عندك، أقول يعني يمكن ها. ربما، ربما، ربما يجي عندك، إي، ربما يجي عندك. اسمع مني، أجي يدور عندك شي دويات، بخور، سلمتي أشتري له، يبغى يتعالج مساكين، لكنه ما يقدر، ما يقدر. مجنون؟ وشارد عليكم وتدوروه؟ هاي خوف. سامع الله يهديك. مالك ياك الله يهديك انت؟ ما يخوف قلنا لك، هذا انسان عليب وطيب. ايه ايه مسكين، ايه عليب وطيب. طيب اي نعم. لكن عاد قولوا لي، يعني لو جاء دكاني وبغى يشتري بخور ولا شيء، في شيء حاله علامه أعرق. آه زين، أقول لك شيء. هو في الحقيقة هو كبير في السن. لا كمان إحنا مسن، مسن كمان. يقول مساكين جاي هنا مسجد يدور على ولده. آه هي. لا يسمى أمينة، ما عنده ولد. يقول هو. واسمع مني حاج. هو طبعا ما عنده ولد، ما عنده ولد. إيه ما عنده ولد. ادعي عنده ولد. يقول ادعي. من زي حال مو ادعي الله يهدي، حال مو ادعي إن عنده ولد. ترى الله يسلمك. هو تزوج. شاكين. تزوج انت. آه وما أنجب. ما أنجب. ما أنجب. آه. لأنه ما ينجب. إيه. أي. ما أنجب. آه لأنه ما ينجب. ما ينجب. إيه. ويحلم يحلم يكون عنده ولد ويسميه أمين. أمين. سبحان الله، سبحان الله، الله يصبره. الله يصبره. نعم الله يصبره. إيه لكن اسمعني الحاج، في شيء واحد عاد. نعم. إذا جاء عندك دكان، سمعت مني؟ أها وتفاتحه وتجيب له سيرة أمين، تراها تجي حاجة. بس لما يجي عندك أنت إذا يبغى يشتري بخور ولا يبغى يشتري منك شيء، تسايره، تسايره. نعم. أما إذا كان قلت له سيرة أمين، أجي حالة، أجي نعم. أتغيبه، نعم أتغيبه، أتغيبه. نعم أتغيبه. إيه. والحالة خطيرة. سبحان الله. ما خطيرة، اسمع مني، ما شي أخطر منها. إيه. وش سوي؟ اسمع مني. اسمع. ايه بسوي؟ اذا تكلم عن ولد هذا الغايب امين، هيقوم ويصفع. اصيع يصفع. يصفع لا. نعم يصفع. يصفع ايه. ويعض من الخشم. كيف يعض؟ كيف يعض؟ الخشم. كيف يعض؟ عظمها. شوف العظمه هي. لا اله الا الله. يعض من الخشم. لا باين باين. احكم على الناس يعضهم. انت لو اتي لبلاد امنع اشوف هالحاله معبوضين. كلهم كلهم. كان بلاستر. بلاستر. سترك يا رب. لكن اقول عاد هناك شيء حل عن الحاله ذي. فيها حل؟ اه هذا فيه حل. قول يا ولد الحلال قول. اقوله؟ نعم. اقول اذا جات الحاله ما عليك الا بالصوت بس. نعم. ها اي قلت لي الصوت. الصوت يعني بالصوت. ايه. يعني قصدي اقول لك ضربه. شوي 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 يعني أقول يقصد شوي شوي ما يفيده. يبغى له ضرب عصا تسيح روحه، ومن تسيح روحه عاد ترد على الحاله ويرتاح. واقول لك تروح عن الحاله، تروح عن الحاله عاد هي تروح عن الحاله، ويجيك ويقول لك احسنت وجزاك الله الف خير، وانا متاكد انه عاد هيصير ذا. عجب ما دام كذاك المساله. اي ها اي بس انا حظه بس اللي يجي قدامي. إذا كان في الضرب بيصح الولد، أنا أضربه من دور ذاك الصبح. ما حد مطلع عيونه. بس حسن. ها؟ يا جماعة أنا خصتك على أنت، خصتك. ندور عين مكان
ثاني معلم اللي حط الدكان ثاني معلم انا تمشيت عادنا تمشيت بلا سنتو بلا بلا حياكم الله حجي مراد لا الله يخليك عندي شغل ضروري جدا وباغي اروح لا لا يا فادي يا اخوي لا لا وقف جنبي شويه الحين مجنون شارد جاي هايق بيقتلني اصبر شويه لا يجي انا غفله اصبر ان شاء الله هذا اذا يصير نروح عند ابو حسين هذا ابو خشمي الكبير لا يا فادي عاد كله عاد ولا ابو حسين ابو حسين وصديقنا انا واحد خايف يا فادي خايف السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته احسنت جزاك الله الف خير كيانا غريب عن مسكت غريب عن مسكت يعني مضيع الطريق ها مضيع ولدي ولدك اي نعم مضيع ولدي يقول وين هو هنا في مسكت لكن ما ادري مكانه اسمه امين اسمه